بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس وعدد ما وسعه علم الله. أما بعد، ما حدث وما رأيناه من جريمة القتل، ولم نرى من الذي قتل ذلك الرجل، فإن السؤال يبقى: من الذي قتل ذلك الرجل؟ وما الدافع للجريمة؟ ومن هو؟ يقال إن اسمه عايم، وكان رجلا ثريا، وكان له مركز في بني إسرائيل، ولم يكن متزوجا وليس لديه أولاد. من هذا القتيل؟ إنه ليس من عشيرتنا. انتظروا، إنني قد رأيت هذا القتيل من قبل، ولكن أين؟ لا تلقي الكلام جزافا. صدقني، إني قد رأيته من قبل. انتظروا قليلا ودعوني أركز. لقد عرفته، إنه السيد عايم الثري. ماذا؟ عايم؟ إنني أعرف السيد عايم. نعم، إنه السيد عايم. يا لها من مصيبة كبرى، إن عشيرته كبيرة وستحدث مشاكل كبرى بسبب قتله. فليحدث ما يحدث، وعلى القاتل دفع الثمن. هيا فلنخبر أهله على الجريمة. إن من قتل عمي سوف يدفع الثمن غالياً، لن أتركه يعيش لحظة بعد ذلك. ولكن هل تعرف من الذي قتله؟ سأعرف، وحينها سيتمنى الموت ألف مرة قبل أن يقع في يدي. ولكن يجب أولاً أن ندفن ابن خالتي عييم كي لا تأكله النسور والذئاب. نعم، يجب أن ندفنه، وبعدها نبحث عن من قتله.